مرحبا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الاول الدرس الخامس هذا الدرس يحتوي على بعض المفردات المهمه وكذلك تمرين مرادفات مهم جدا بالامتحان الوزاري قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه اليوتيوب بيج الفيسبوك طه ياسر مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الثالث متوسط نبدا بالدرس يونت 1 لسن 5 اليونت الاول الدرس الخامس What are they for? لما هذه الأشياء؟ بالفقرة الأولى يقول لي look at the adverts انظر إلى الإعلانات منطيني أربع إعلانات واحدة عن الكفرات مال الموبايل واحدة عن نظارات شمسية واحدة عن حذاء رياضي واحدة عن السكيت بورد اللي هي الزلاجة آه يقول لي how can these things help you؟ كيف يمكن لهذه الاشياء مساعدتك؟ طبعا بالبدايه اكو بعض المفردات راح نطلعها من هذا النشاط، هذه المفردات راح تفيدنا خلال هذا الدرس، كذلك بالدروس القادمه. بالبدايه يقول لي بالاعلان الاول يقول: Are you tired of your mobile phone? هل انت تعبان او متضجور من الهاتف مالتك؟ Buy a new cover. اشتري كفر جديد، الكفر اللي هو الغطاء، غطاء الموبايل، and bring some color into your life. واجلب بعض الالوان لحياتك. All makes and models. كل الصناعات وكل الموديلات. massive stock. مخزون كبير جدا. يعني عندنا هواي من هذه الكفرات. Phones for you on the high street. أه اسم المحل Phones for you on the high street على الشارع العام او على الطريق العام. إذا هذا اعلان لكفرات الموبايل أه وراها بالاعلان الثاني يقول لي the sun كان be dangerous. الشمس من الممكن ان تكون خطيره. Find sunglasses. جد هذه النظارات الشمسيه for you and your website لك ولصفحتك. Uh, look cool this summer ابدو وسيما هذا الصيف. Uh, shades are us. هذا اسم المحل اللي المفروض تشتري من أده هذه المناظر الشمسيه. be a cool runner كن راكضا او متسابقا رائعا. look great ابدو عظيما يعني لما تلبس هذا الحذاء تبدو عظيم and run faster with our new range of stylish trainers سوف تركض بسرعه مع حذائنا الترينر هو الحذاء الرياضي مع حذائنا الرياضي العصري الجديد وراها يقول لي we stock wide range of styles and sizes عندنا كميه كبيره من جميع الاحجام والستايلات هذا الموقع اللي تشتري من عنده وراها الاعلان الرابع make the most of the latest technology استفد من احدث التقنيات these boards don't just look good هذه الألواح اللي دا نصنعها احنا ليست فقط تبدو جيدة They are great انها عظيمة for turning and fast عظيمة للدوران يعني الدوران مالتها عظيم جدا جيد جدا وكذلك هي سريعة أيضا كذلك كذلك هذا من طين العنوان اللي راح اشتري من عنده هذا البورد هذا اللوح هذني أربعة إعلانات يقول لك اقراهن أو انظر لهن اطلع عليها اطلعت عليهم وراها الأستاذ راح يطلب من عندكم انه ماتش the adversable طابق هذه الإعلانات with what people say بما يقوله الناس يعني كل نقطة من هذه النقاط تحكي عن إعلان من هذه الإعلانات يقول لك اكتب اسم الإعلان أو رقم الإعلان ال A B C D أمام السطر المناسب لها فمثلا نمبر 1 أولا I tried one yesterday لقد جربت واحدا البارحة and فوز was fantastic وكان مذهلا it turns so well إنه يدور بشكل جيد جدا بيتحدث عن يا اعلان من الاعلانات الاربعه اكيد بيتحدث عن الاعلان المتعلق باللوح لوح التزلج انا اقول له آه، اوصله بالاعلان دي انه يدور بشكل جيد جدا آه، ثانيا هدى ويرز هير بير اون سني داي هدى ارتدت زوجا في يوما مشمسا they look great on her. ويبدو او كانت تبدو عظيمه عليها عن شنو يتحدث؟ اكيد بما اني يوم مشمس اذا اكيد انت ارتدت المناظر الطبيه او المناظر الشمسيه فوصلها ب بي, بي ثالثا اي لاف ذم لقد احببتها ذي ار سو كومفتبل انها جدا مريحه اند ستايلش وعصريه اند ماي اكزاكت size ومطابقه لحجمي جدا يا اعلان من الاعلانات الاربعه اللي دي قصده اكيد الاعلان سي فوصله بالاعلان سي اللي بعدها اربعه ماينز جراي اند اي هيت ات الخاص بي رصاصي وأنا أكره هذا اللون I'll have to get a new one علي أن أحظى بواحدا جديدا يقصد شنو؟ يعني يقصد موبايله لون رصاصي وأنا أكره هذا اللون فلازم أغير اللون مالته إذا أكيد يقصد على الكفرز فوصله بالإعلان الأول اللي بعدها They are colorful إنها ملونة But they won't protect the screen لكنها لا تحمي الشاشة يقصد شنو؟ كذلك انا يعني هذه يقصد بها اللون مع الموبايلات They are good quality انها ذات نوعيه جيده and the lenses are stretched resistant والعدسات هي مضاده للخدوش يا صوره يقصد بها يا اعلان اكيد يقصد بها الاعلان بي المناظر الطبيه والمناظر الشمسيه I tried them on لقد جربتها they were too narrow لقد كانت جدا ضيقه and they hurt my toes وتؤذي قدماي او تؤذي اصبع قدمي يا صوره او يا اعلان اكيد الاعلان سي هو مجربها وطلع الحذاء صغير عليه وأذى أصبع قدمه هذا ما يخص النشاط الأول هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الأستاذ يطلب من الطلاب أن يقبعون على هذه الإعلانات الأربعة ومن ثم يسألهم يقولهم مثلا السطر الأول يقصد بي يا إعلان يقصد بي الإعلان دي وهكذا السطر الثاني يقصد بي الإعلان بي وهكذا أنت لازم تعرف كل سطر من هذه الأسطر توصف يا إعلان من الإعلانات اللي منطنياها بدعة الدرس ننتقل إلى كتاب النشاط read the adverts اقرا الاعلانات find five compound words وجد خمسة كلمات مركبة تذكرون بالدرس السابق أو بالدروس السابقة أخذنا الكلمات المركبة الكلمات المركبة هي الكلمات أو العبارات التي تتكون من كلمتين يعني على سبيل المثال بوقتها أخذنا لتر بن لتر بن سلة المهملات information desk مكتب استعلامات كلمتين ينطني معنى لكلمة جديدة فعلى سبيل المثال هنا يقول لك اقرا الاعلانات الاثنين وحاول تطلع لي ذن الكلمات المركبه. من هنا الاعلان مال ساعه اسم الساعه جي اكس 43 جي اكس 43 سمارت ووتش ساعه ذكيه. تشينج يور لايف اند جيت هيلثي اند فيت. غير حياتك وكن صحي وذو لياقه with this سليم سمارت ووتش بهذه الساعه الذكيه النحيفه. احنا اخذنا بالدروس السابقه كلمه سليم معناها نحيف the clock face is easy to read uh, وجه الساعه سهل القراءه and different function can be changed with the tap of a finger ومختلف الوظائف يمكن تغييرها بنقره من الاصبع. إذن هنا شنو الكلمات اللي مركبه اللي اقدر اطلعها من هذا المقطع النصي فاذا لاحظتوا a slim smart watch يعني معناها ساعه ذكيه نحيفه different function different function معناها وظائف مختلفة وهكذا مجرد دا طلع الكلمات المركبة هذا الاستخراج دا نستخدم كلمات مركبة مو في مهم مجرد هو دا يريد على الكلمات المركبة يعني ما ما بيها في مهم أما الإعلان الثاني يقول لي this attractive bluetooth speaker is the perfect gift for the whole household هذا السبيكر او سماعة البلوتوث الجذابة اذا اتراكتف بلوتوث سبيكر هذه همنا تعتبر كلمة مركبة سماعة البلوتوث الجذابة is the perfect gift. هي هدية مثالية for the whole household لجميع الأسرة. It is light and portable. إنها خفيفة وسهلة الحمل. Portable معناها محمولة. So you can move it from kitchen to the bathroom. لذلك يمكنك أن تحركها من المطبخ إلى الحمام إيزلي بسهولة. Listen to music, استمع للموسيقى، نيوز، أخبار، أوديو بوكس، الكتب الصوتية wherever you are أينما كنت. هذا كذلك طلعنا الاعلان مثل ما طلب من عندي طلعنا كلمه مركبه اللي هي اتراكتف بلوتوث سبيكر او اقدر اقول بيرفكت جفت هديه مثاليه هم تعتبر هذه كلمه مركبه مثل ما طلب من عندي لحد الان هذا همنا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي طبعا ملاحظه طلاب بهذا اليونت انشاء الوحده الاولى هو كتابه اعلان اذا لاحظت لحد الان هو طاني خمس ست اعلانات عن مختلف الاشياء بالاخير نهاية اليونت راح يطلب من عندك انك تكتب انت انشاء عن اعلان لسلعه معينه، فانت لاحظ الكتاب طريقة كتابة الاعلان، حاول تفهم الطريقة اللي شلون احنا نسوي كتابة اعلان، لان بالاخير راح تحتاج شلون تكتب اعلان عن سلعة معينة، هسا تمرين رقم اثنين بلشنا بالمهمات، هذا التمرين تمرين وزاري مهم جدا 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 يجيني على شكل املاء. احنا قلنا انه هذا الدرس يحتوي على مفردات طلعنا بعض المفردات اللي ممكن تفيدنا الان عندنا بعد مرادفات هذا التمرين المتعلق بالمرادفات يقول لي read the adverts again اقرا الاعلانات مره اخرى find the adjectives with the following meanings جد الكلمات التي تعطي نفس معاني الكلمات ابناء شنو يعني نفس المعاني؟ يعني بين قوسين مرادفات مرادفات يعني نفس المعنى مثلا يقول لك انا منطيك كلمه thin thin معناها نحيف شنو الكلمه اللي اعطيتك اياها بالاعلانات نفس المعنى نفس معنى كلمة ثين نحيف، خذناها كلمة سلم أكثر من مرة، إذن نقول له ثين هي مرادف لكلمة slim اثنيناتهم معناها, معناها نحيف. نوت ديفيكولت ليس صعبا، شنو المصعب أو شنو الكلمة اللي تعبر لي عن هذا الكلام؟ أكيد كلمة إيزي سهل، ليس صعبا يعني سهل، إذن هذه مرادفة. فيريوس فيريوس يعني معناها مختلف أو متنوع، مختلف الأنواع، مختلف الألوان. فمثلا اقول له different، different كذلك اخذناها معناها مختلف او متنوع. good looking good looking ذو مظهر جيد شنو الكلمه المناسبه له او المعنى نفس المعنى مثلا كلمه attractive جذاب جذاب يعني ذو مظهر جيد. all او every all معناها كل every كذلك معناها كل اخذنا كلمه whole whole معناها جميع او كل نفس الفكره نفس المعنى. can be moved can be moved يمكن تحريكها سميناها سميناها محمول اللي هو البورتبل، فكذلك كلمة بورتبل مهمة. هذا كلمات للحفظ إملاء ومعنى. زين أستاذ شلون تجيني بالامتحان؟ على سبيل المثال يقول لي thin فاصلة slim. ش شنطاني؟ قال لي ترى كلمة thin هي نفسيتها slim. زين تقدر تعطيني على سبيل المثال various شنو المرادف مالتها؟ أنت لازم تعرف إملاء هذه الكلمة. فتجيك بالسؤال المخصص للإملاء. ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة. Listen to a review and choose the correct words استمع إلى المراجعة واختر أفضل الكلمات أو الكلمات المناسبة شوف هنا أنا يقول لك أنا بنطيك كل جملة بها اختيارين اما fully او completely portable او light التختار تختار الكلمة المناسبة لهذا السياق هنا أنا دانية اشترت Speaker السبيكر. السبيكر اللي لقينا الإعلان مات قبل دقائق أو قرأنا الإعلان مات قبل دقائق وسوت مراجعة أو انطت رأيها بهذا السبيكر إيش قالت؟ قالت I bought loud house speaker and I am really pleased with it أنا اشتريت له هذه السبيكر وأنا جدا مسرورة فيه It came with a free USB cable يأتي مع USB cable يعني كابل USB أو واير USB مجاني And the battery was fully لو completely charged والبطارية كانت fully معناها ممتلئة لو مكتملة الشحن هنا إن اكيد الكلمه اللي نستخدمها مع كلمه تشارج نقول مفول الشحن احنا دائما هاي الكلمه نستخدمها باللغه العربيه اذا نقول فولي تشارج فولي تشارج معناها ممتلئ الشحن افتر uh, just 3 اورز بعد ثلاث ساعات يعني خلتها ثلاث ساعات وامتلأت الشحن. It was easy لو quick to connect to my phone. كانت سهلة الاتصال لو سريعة الاتصال بهاتفي. أكيد سهلة الاتصال easy to connect to my phone. although على الرغم it's portable low لايت على الرغم من انها محموله لو خفيفه تقول على الرغم من انها كانت لايت على الرغم من انه هذه السبيكر لايت خفيفه يعني احنا نعرف انه اذا كان الشيء خفيف فبالتالي احس انه مو كلش قوي او مو كلش متين يعني تقول على الرغم من انه خفيف the sound is really good الصوت كان جدا جيد على الرغم من انه شنو خفيف It has great low long battery life. شوف هنا تقول فيها بطارية عظيمة لو طويلة حياتها طويلة. هنا تقول great battery life يعني بطارية ذو ديمومة عظيمة which lasts for 20 hours. دوم هذه البطارية ل 20 ساعة. I got the pink one. حصلت أو اشتريت الوردية هي البسبيكر الوردي and it's really attractive لو pretty. هي جدا جذابة لو جميلة. أقول pretty pretty جميلة uh, overall I highly recommend this على أي حال أنا جدا أنصح بهذا السبيكر بهذا السماعات هذا مجرد نشاط صفي لكن من الممكن نجيني أحد هذه الجمل بالسؤال الثالث فرع بي احنا اتفقنا أن السؤال الثالث فرع بي غالبا ما يكون توصيل بعض الأحيان بالوزاري يصير السؤال الثالث فرع بي عبارة عن اختيارات إذا جاب لي على شكل اختيارات فمن الممكن تجيب لي أحد هاي الجمل بالسؤال المخصص له اللي هو السؤال الثالث فرع بي فتفتهموا حاولوا تفتهمون الجمل تحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري امتحان اخير السنه. اما تمرير رقم اربعه يقول لي complete the email with the words and the phrases in the box. اكمل هذا الايميل بعبارات من الصندوق. هذه العبارات مهمه بعض الشيء مهمه من الممكن انه تجيب لي احد هذا الجمل بالسؤال المخصص للاسقاطات. كان معناها يستطيع اخذناها سابقا. can go يمكنك الذهاب easy to put together سهلة التركيب fantastic معناها مذهل help you تساعدك saving up الذخار او من الممكن تجيب بمعنى يدخر يجمع skateboard معناها لوح التزلج so لكي well بشكل جيد هذني كلمات نحاول نسقطهن بالفراغات المناسبة لها بالإيميل طبعا هنا وحدة اسمها سلوى داز رسالة الوحدة اسمها لوسي والموضوع مالتها ماي نيو سكيت بورد تحكي لها عن السكيت بورد اللي اشترته قالت لها اي بوت ماي نيو فراغ يسترداي لقد اشتريت فراغ جديد البارحه شنو اللي اشترته اكيد سكيت بورد اشتريت له تزلج جديد البارحه اي بين فراغ فور 6 months لقد كنت فراغ لستة أشهر إيش كانت تسوى على مو تشتري هذا اللوحة التزلج كانت تدخر تدخر فلوس بقول I've been saving up for six months لقد كنت أدخر الأموال لستة أشهر It is فراغ إنها مذهلة أكيد It is fantastic and it turns so فراغ وإنها تدور فراغ تدور بشكل جيد بقول It turns so well On the box it says it is فراغ بالصندوق اللي إجا وياها يقول هذا الكتاب اللي يجو ياها كتاب التعليمات يقول بانها فراغ شنو هذا لو حتزل الشبي ايزي تو بوت اب او ايزي تو بوت توجذر انه سهل التركيب اند اتس ترو وذلك كان صحيحا ماي فاذر سكرود ذا ويلز ابي ركب هذه الويلز العجلات اون 5 minutes بخمس دقائق ات هاز بلاستيك ويلز فيها عجلات بلاستيكيه and wooden board ولوح خشبي فراغ يو فراغ ريلي really فاست هاي شوية هنا أنا مبهمة تقول إذا تذكرون بموضوع طال الأسباب تقول سو so يو كان جو لكي يمكنك الذهاب بسرعة يعني يمكنك أن تسير بهذه لوحة التزلج بسرعة It's my favorite colors إنها ألواني المفضلة تو أيضا green أخضر and purple وبنفسجي The best thing is that it comes with a book too افضل شيء جوياها وياها كتاب لكي على مو شنو؟ على تساعدك لكي تساعدك على to help you learn more about skateboarding لكي تساعدك على تعلم الاشياء اكثر عن التزلج. I فراغ دو do flip flop now وانا يمكنني I can do kick flip now يمكنني عمل هاي الحركه اللي هي الكيك فليب اللي هي يقفز ويخلي السكيت بورد تدور جوه رجليه. هذا ما يخص تمرين رقم أربعة هذا التمرين بعض الشيء مهم من الممكن نادرا طبعا هو يجب الامتحان التحريري لكن من الممكن يجيب لي أحد هذه الجمل مثلا يقول لي I bought my new فراغ yesterday لقد اشتريت فراغ البارحة كلمة سكيت بورد بأعلى التمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب الهم إذا هذا مجرد نشاط صفي أو من الممكن يجيب لي أحد هذا الجمل بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص للإسقاطات. أما تمرين رقم خمسة Imagine you have a new item from adverts A to D. يقول لك تخيل إنه أنت اشتريت وحدة من ذن الإعلانات الأربعة اللي أخذناها من بداية الدرس in your student's book في كتاب الطالب. Write your own email to a friend about your new item. يقول لك اكتب لي أنت إيميل صديقك عن هذا الموضوع فكالعادة شلون اخذنا هذا الايميل انا صديقي شنو اسمه مثلا اسمه علي انا شنو اسمي طه فهي رسالة دازها طه الواحد اسمه علي عن شنو مثلا انا اشتريت السمارت ووتش سمارت ووتش اللي هي الساعة الذكية فاقول له هاي علي مرحبا يا علي اي بوت اشتريت ا نيو سمارت ووتش Yesterday لقد اشتريت ساعة جديدة ساعة ذكية جديدة البارحة it is بيوتفل انها جميله الى اخره واذا ابدا اذكر لها ذكر المواصفات مالتها مثلا جت وياها كتاب يعلمني شلون طريقه استخدامها بها وظائف جيده بها مميزات جيده الى اخره اذا هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهاره الكتابه غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا ندرس درس بسيط جدا به فقط تمرين واحد وزاري مهم جدا اللي هو تمرين المرادفات باقي انشطه هذا الدرس انشطه صفيه بعض الشيء تمرين الرابع مهم من الممكن نجيب لي اياه بسؤال الاسقاطات لكن مو بأهمية التمارين اللي راح ناخذها إن شاء الله بالدرس التاسع اللي بيها كل هواي تمارين إسقاطات مهمة ودائما تتكرر بالامتحان الوزاري ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني يعني على حسابات موجودة معكم على الشاشة